طيب اليوم محطتنا في بلد قد ما سورها عظيم أكلها أعظم، الصين يا جماعة. راح نجرب أحلى الأكلات التقليدية هنا، واحدة من أشهر المطاعم الصينية في الرياض. تعالوا معنا. طيب يا جماعة، الآن أنا بالمطعم، راح نجرب أحلى الأكلات الصينية. الصراحة جوعان، ما أبغى أكثر كلام. Excuse me. This is a menu. Okay. One of the best dishes in the city. You can enjoy. So please, I'll make it easy for the both of us. Just give me the best dishes you have, and we'll try them here together. So, Lisa, you'll not be disappointed. We'll serve you the best dishes in the Chinese. Thank you. I'm excited. Thank you. Take care. طيب الآن وصيت يجيب لي أحسن الأطباق. ننتظر الأطباق الرئيسية توصل والمقبلات ونجربها سوا. طيب شكل الصين نظام الهدوء ما قبل العاصفة، فهنا عندنا الشوربة نبدأ فيها. هذه hot and sour، يعني حامض وحار. نجربها مع بعض. لو تلاحظون قوام الشوربة صاير ثقيل، مرة ثقيل. بسم الله. أوف، الزبدة حارة بس النكهات اللي فيها، أنا دائماً أربط نكهة الأمامي اللي هي المالح اللذيذ بالصين، لأن يهتمون فيها كثير، خاصة فلفل السشوان، المرق، السمك، كل الأشياء هذه معزز فيها نكهة الأمامي اللي هي المالحة اللذيذة. الشوربة هذه مليانة نكهات، أبا أمزمز عليها الحين وننتظر باقي الأطباق أو المقبلات. عندنا هنا البيضة هي اللوبستر، الخضرة ميكس بالمشروم أو الفطر، الحمرة حاطين فيها سيفود، أنواع يعني مختلفة من السيفود، وهنا عندنا واجيو مقلية. ما شاء الله، أصلاً أول ما شلتها نفكر يعني، فالآن راح نجربها واحدة واحدة. أتوقع في الأصل أن يأكلونها بيدهم، وغمسها هنا شوية بالشيلي أويل. بسم الله. طبعاً الدمبلينغز عندهم العجينة مرة خفيفة ومطبوخة بالبخار حق الموية، فالحشوة تصير طعمها بارز وقوي، يعني فعلا النكهات الصينية تفرض نفسها. الآن بجرب المشروم. طيب فبغير هالمرة وبحط المشروم مع الصويا. بسم الله. يعني أنا يمكن الخضار المفضل عندي المشروم، دائما هنا لما نجربه في المطبخ الصيني نكهته مرة قوية. هنا عندنا سلطة البط أو الكريسبي دوك سالد. فعندنا هنا لو تشوفون البط القرمش أو الكريسبي معاه شوية من الخضار. أنا أدري البط ما يجوز للكل، بس فعلاً أتمنى أي واحد يجي المطعم هذا يجرب السلطة هذه. الكريسبينس أو القرمش اللي موجودة في البط رهيبة، وفيها الصوص اللي حاطينه فيه شوية حلاوة. دائماً الحالي مع المالح يفوز. طيب الآن حط الأطباق الرئيسية كلها. أنا ما أدري أبدأ بإيش ولا أخلي إيش، متحمس. يعني التنوع موجود، لحم، دجاج، روبيان، نباتي. It's Kowloon Kula. What's the name? It's a very Kowloon Kula. Kowloon Kula. It's very best. Okay. Thank you. يا حبيبي إيش هالمشروب؟ أتوقع إني شكلي ببدأ فيه. أنا كنت ناوي أخش هنا بس الصراحة يبغاله. أسمعتك. عندنا أول شيء هنا واحدة من أشهر الأطباق على كلامه، الريب آي بالبلاك بين صوص أو اللي هو الفاصوليا السوداء. توقعت اللحمة راح تصير قاسية، بس أنا أدري إن في تكنيك يسوونه في الصين في ضمن الوصفة يصير اللحمة تطلع مرة طرية. الصوص اللي فيها الفاصوليا السوداء يعني بالنسبة لي جديد، أنا ما قد جربته زي كذا، فالنكهات مرة حلوة، اللحم يعني مهري مهري. طيب الحين بعد الرباي عندنا الكونغ باو تشيكن، عادة دائما تتقدم زي كذا مع الكاجو والفلفل والبصل الأخضر. في الأكل المالح اللي عندهم رغم أنه حالي لكن مرة 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 عميقة النكهات. وآخر طبق عندنا هنا اللي هو النباتي، يسمونه البوك تشوي، صراحة ما أعرف اسمه بالعربي، لكن حاطين فوقه الثوم المقلي. بسم الله. فعلا الطبق هذا البوك تشوي معاه الثوم المقلي فاجأني، ما توقعته كذا. يعني بين الأطباق كنت أقل واحد متحمس إني أجربه، لكن رهيب. الخضار اللي فيه معزز نكهته بشكل تحس إنك قاعد تاكل لحم ولا دجاج من كثر ما إن النكهة اللي فيه قوية. حنا الآن في مطبخ المطعم ياوتشا،
with the great chef, Chef Tan. Ni hao. Ni hao, Mr. Oman. Hi, how are you? Ni hao, fine. Good. Thank you. The food we had was amazing. The experience was superb. How's your experience with the Saudi people? How do they react when you give them the Chinese dishes? And Wow, I have a lot of guests from the Saudi citizen, and they always introduce me to the outside and talk to them and talk about the food. And they will say, very nice food, and I present my special dish to all the Saudi citizens. Okay, so here in Saudi, did you notice any specific dishes that's most favorable by the Saudis? Yeah, I would like to say it's the one Chilean sea bass, imperial sauce. It's our Yawacha. Sea bass and what? Imperial sauce. Imperial sauce. Imperial sauce. It's one dish, special product from the China sauce and Asian sauce together mixes. And I bring here, and a lot of Saudi citizens, they like it so much. Okay. Did you learn any Arabic words or? Shukran. Shukran. Yeah. On that note, I will end it. So على النقطة هذه قال لكم الشيف شكرًا وأنا أقول له فعلًا شكرًا على التجربة اللي أعطاني إياها. أتمنى كل من يزور المطعم فعلًا يعني يخوض التجربة اللي أنا خضتها. مطعم يقدم لك أكل صيني على أصوله من شيف شغوف. فيعطيكم العافية ولقاءنا إن شاء الله في المحطة القادمة. Thank you, chef. Thank you, thank you, Shukran.